الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم بلدة السيل الحارثية غرب جنين وتشرع بأخذ قياسات 4 منازل تمهيدا لهدمها، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين دورية للاحتلال ومقاومين فلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لجنوده في الضفة الغربية بفتح النار على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة خلال وبعد إلقائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان. نقابة أطباء السودان تعلن عن مقتل محتج بالرصاص الحي وإصابة أكثر من 200 آخرين خلال تفريق أجهزة الأمن السودانية عشرات الآلاف من المحتجين في الخرطوم. شركة هانر تعلن عن إطلاق هاتفها الذكي X30 الجديد من الفئة المتوسطة، وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي الجديد يمتاز بتصميم عصري ويأتي بدون حواف تقريباً. نهاية الموجز، في أمان الله.